ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. صادقت الحكومة المغربية على برنامج يروم إلى تحول رقمي حقيقي بالمغرب يستجيب لمتطلبات الساكنة، خاصة في مجال التعليم وتقريب الإدارة من المواطنين ومواكبة الاقتصاد الوطني، من خلال تعميم وتوسيع تغطية شبكات التواصل عبر الصبيب العالي والعالي جدا. وكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة صادقت خلال الأسبوع المنصرم على برنامج يهدف إلى تعميم وتوسيع تغطية شبكات التواصل عبر الصبيب العالي والعالي جدا، مشيرا إلى أن الحكومة تجاوزت مستوى الثلث في برنامج انطلق منذ 2017 يسعى لتعميم تغطية شبكات التواصل في بعض المناطق التي تنعدم فيها هذه الشبكات. وأكد العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنظمة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري أن الحكومة تعتزم الاعتماد على الأقمار الاصطناعية من أجل تعميم تغطية شبكات التواصل وفق تعبير المتحدث. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.